معروفة ومشهورة ولها عشاقة، أكبر SUV بالأسطول MG RX 8 بموديل 2022، نتكلم عن نسخة اللكجري أو نسخة اللوكس بيت الفل كامل. تجيب مواصفات مميزات جدا عالية، على سبيل المثال نتكلم عن المحرك 4 صوانات، منها دفع رباعي ومنها دفع أمامي. النسخة اللي اليوم موجودة معنا هي أكيد نسخة الدفع الرباعي 2000 cc، الأحصنة فيها 220 حصان، والعزم كعزم ف 360 نيوتن، مرتبط بناقل حركة 6 سرعات. نجل الواجهة الأمامية، إضاءات LED بالنسبة للعالي والواطي، مشبعين LED، معطينا LED بشكل كافي. الشبكة الأمامية عليه تطعيمات كروم، أكيد حساسات أمامية وكاميرا أمامية من أصل 4 كاميرات محيطية، ناخذ منها 360 درجة. مقاس الجنط 20 إنش، ما شاء الله فالمقاس جدا مناسب. إشارات بالمرايات، كاميرا جانبية، دعاسات، عوارض بالسقف وسقف بانوراما، خاصة الدخول الذكي على أبواب الأمامية للسائق والراكب. وهذا الجزء الخلفي، الجزء الخلفي طبعا حساسات خلفية، جناح خلفي، إضاءات LED خلفية، وفتحتين للعادم. بكل لتر بنزين نمشي فيها كم؟ 11.1 كيلو. التقييم جيد، بنزين 95 بحكم انها التيربو دفع رباعي. وهذه الداخلية، طبعا الداخلية ما شاء الله مميزة بالتصميم والالوان، دائما تثبيت لمخطوط اطفال، بالاضافة لارباقات موجودة اكيد عليها. وهذه من ناحية السائق، وضعيات القيادة طبعا فيها الثلج والرمل والصخري، كل الوضعيات موجودة، وفيها الأوتو والرياضية. شاشة 10.1 إنش، تحكم بالتكييف، تحكم بالدركسون، ذاكرة خاصة بالمراتب، نثبت السرعة أكيد هنا، تحكم بمستوى الإنارة، مستوى الإنارة والتحكم بالإضاءات. شاشة، عدادات طبعا خاصة بالعدادات، جير وفون خلف الدركسون، وهنا طبعا هنا منقل هواء داخل السيارة. كل هذه المواصفات على سيارة قيمتها 120,000 ريال، وارد الوكيل السعودي، ضمانة 6 سنوات أو 200,000 كيلو، وكيلة بالمملكة مجموعة